موضوع هواية اجتني عليه اسئلة كل ما افتح لايف تعليقات. من زمان المفروض اني انزل هذا الفيديو، بس كنت اريد اخذ بعد فكرة اكثر عن هذا الموقع واشوف الاشياء اللي راح تجيني ممكن يعني فعلا نستفاد من عدها واربح فلوس وبعدين انزلكم هذا الفيديو. وهو التجارة. جعفر منين تجيب الأغراض، وين تبيعين، وشلون بديت هذا المشروع، فراح أحكي لكم بالتفاصيل على هذا الموقع. الموقع اسمه liquidation.com، هو auction مزاد، شلون المزاد مال كوبارت مال السيارات. هذا الموقع موجود بأمريكا، تدخل انت يومية. هسه قبل شوية انا كنت داخل على الموقع ادي حساب، وضروري يسوون ساين اب وياهم، يسجلون وضيفون الديبت كارد او الكريدت كارد، يعني معلومات الدفع مالتكم. فبعد ما ضفتها هاي كليتها قمت اقدر انه اني اسوي بيت، واللي هو المزايدة على الاشياء الموجودة. طبعا الاشياء اللي موجودة عندهم حسب، يعني مرات الكترونيات، مرات تكرمون احذية. تتذكرون مرة اشتريت بالت مال احذية، ولحد هسه عندي من عده، شفت لكم ويانا بهذا الفيديو، وحاليا جاي اخليهن بكراتين مثل ما تشوفون. خلينا نشوف لكم وياهن هذين الكراتين. واليوم جمعه، فناوي اليوم اخليهن بالسياره واوديهن ابيعهن. هو مو مهم الاغراض، الاغراض هي موجوده، تقدرون تجيبون فلوس موجوده، اغراض موجوده. بس المشكله وين؟ المشكله انه انت شلون راح تبيعهن، او وين راح تبيعهن. أنا بالنسبة إلي أبيعهن بسوق المستعمل، يعني الحذاء حتى لو علي دولارين ونص تقريبا يطلع، فإذا أبيع على 5 دولارات بدولارين ونص، إحنا نحكي على كمية كبيرة. بس الفترة اللي فاتت أنا هملت هذا الشيء، ما جاي أروح هواية أفتح، لأنه كنت مشغول ويا الأولاد وتحولت ببيت جديد، والأغراض كلية كنت نظامهن جوا. حتى عندي إير فراير، عندي إلكترونيات، عندي فيديو جيمز، عندي هواي اغراض، وهذني كليتن اكيد علي بفلوس انا مشتريهن. فانت اهم شيء تسوي انه لازم يكون عندك سوشيال ميديا، تقدر تبيع على السوشيال ميديا. طبعا تعرفون بامريكا عندنا مواقع، شلون اكو موقع بالعراق اسمه سوق مريدي، اتذكر مال بيع كل شيء لابتوب، وتتواعد ويا الشخص تقول له انا بفلان مكان، او يجيك للبيت هو، او تتفقون تروحون على مكان معين ويتم البيع سواء لابتوب. احنا هنا بامريكا على الفيسبوك ماركت بلايس او فيسبوك ماركت احنا نسميه. موقع ثاني اسمه اوفر اب، اني كلش تقييمي عالي على هذا الموقع، هواية ابيع من عنده على الاي باي، على الامازون، وعلى السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مثلا على الانستغرام، على التيك توك، همين تعرفون هسه اغلب هاي المواقع صار بيها شوب، يعني التسوق. او تقدر تسوي لك موقع خاص بيك انت، بس هذا الحكي اللي احكي لكم اياه هو كلي يحتاج له شخص متفرغ، يحتاج له وقت. اي بزنس تريد تبني، حتى لو كانت عندك يوتيوب شانل، بالبدايه تكون صعبه، يعني تحتاج وقت طويل الا البزنس مالتك يتطور. ومو هو هذا يعني سر النجاح. اكو اوقات ناس يفتحون بزنس وبعدين يخسر البزنس مالتهم. ليش؟ لانه ما انتظروا. انا عندي صديقي عنده محل مال ملابس، تخيلوا سنة ونص هو يدفع ايجار الى ان شوية قام يربح. يقول سنة ونص اني ادفع ايجار من عندي، واجي يومية الصبح افتح، بعد سنة ونص الا قمت احقق الارباح. نفس الشيء اني واحد من الناس، صدقوني على اليوتيوب شانل مالتي اني سنة كاملة انشر فيديوهات، بعدين الا قدرت بعد سنة ونص الا قدرت اني افعل الارباح مالتي مال اليوتيوب شانل. فهذا كل يراد لوقت. اكو شغلة مهمة نسيت اذكرها، انه الشحن جدا مكلف بامريكا. يعني اذا كان صندوق صغير راح يكون رخيص، بس اذا يعني مثلا بالت مثل البالت اللي اجاني، لا هنا لازم تفكرون بسعر الشحن مالته، لانه يوصل الى تقريبا 400 الى 500 دولار حسب الولاية وحسب المكان اللي راح يدزولك اياه. يعني هم ممكن يدزولك اياه خارج امريكا، يعني بلدك اوروبا، بس تكلفة الشحن انت خليها ببالك جدا مكلف. خلي اروح اجيب الاولاد من المدرسة قبل ما اتأخر عليهم. سويت مكان بالسيارة، راح اروح بسيارتي هاي الميني فان. الحلو بيها انه الكراسي اللي ورا ينزلن لي جوا، وشوفون هنا المساحة اللي صارت بقى. بس هذا همين اقدمه،
نقدر نخلي غراضنا هنا بهالطريقة. هذا الكرسي قبل بالموديل القديم اللي سيناه تقدر تشيله هذا كليته، بس بهذا الموديل الجديد لا ما يصير. هذه عاكسة كهربائية، يعني داخل هذا الصندوق اكو بطارية كبيرة، وهاي تحول من البطارية الكبيرة الى 110 لانه الكهرباء بامريكا 110. باكر اخذها همينة وياي، بس قبل ما اخذها اريد اسوي عليها تجربة. راح اشحنها بهاي الشاحنة الاصلية. هاي الشاحنة كلش قوية، بها 10 امبير 2 امبير، بس انا راح اخليها على 2 امبير. وربطتها بالكهرباء وهسه جاي تشحن البطارية. صوت كلش قوي، صار لنص ساعة هذا صوت مال سيارات مال اسعاف وشرطة، غريب علينا. خلي اروح اشوف شنو. هاي كلها على مود واحد تخربط يم الترولي ستيشن. بوبو الفترة الأخيرة أجبه يلعب بالكمبيوتر، هسه هو عاف البلاي قال لي بابا أريد أجي ألعب بالكمبيوتر مالتك. خلنا نسأله ليش بوبو؟ قالوا أنا يعني أحب الكيبورد اللي بباد كواليتي، وأنا أريد أعلم شلون ألعب بالبي سي. يعني الوضوح مالته أحلى ويريد يعرف يتعلم على الكيبورد، which is good. آخر مرة ما كان يحب يلعب بالكمبيوتر. هسه شو تلعب؟ هسه شنو تريد تلعب؟ روبلوكس. شغلها تعرف؟ ايه. على السريع مرتين. نو. كليك ايمن، كليك رايت، نو رايت كليك. شاي. هات كنترولر رايسير. شوف. شحنة فول البطارية. التجربة هي راح اربط عليها جهاز الاسوس، هذا يحتاج لطاقة كلش كبيرة، بالانجليزي نصيح له انرجي هانجري، يعني هذا جوعان مال كهرباء يحتاج لطاقة كبيرة. نشغلها. طلع صوت من العاكسة. خلي اشغل عليها لعبة لانه راح يستهلك اكثر طاقة. شوف هسه هو بدون العاب العاكسة ما بيها صوت، بس من يصير ضغط على المعالج مالته وكرت الشاشة اكيد يعني سمعته. هسه اشتغل طفى. من تشوفون مكتوب 30 واط وتوربو، يعني معناته دا يشتغل على اعلى اعدادات واعلى طاقة. راح اعوفه يشتغل وباكمل شغلي اني. هذا براد مال ماي هم احتاجه، والستاند مال كاميرا، كراسي اثنين، وعندنا هنا الشمسية. راح ابدي ادخل الصناديق بالسيارة. صار ساعة كاملة وبعدها شغال ما وقفت البطارية. يرادها غسل السيارة فادي. شوف اي هاي من المطر مال ذاك اليوم. هم زين نايما. شكرا. طالع حلو هيك احلى والله. بو عليه اي هذا اروع هيك احلى. بعد تخلي لحية عالية صدق طالع صغير. هاي بعد اكو سيارات مال الشرطة. اسمع ناكل البروتين مالتنا. تمنيت الجامعة نظيفة ونصور لكم هذا المنظر القدامي مع الغروب والشمس. بعد راح يصير ورا الجبل ديج. راح نغسلها. فيتامين سي هذا؟ ايه. The next day. اليوم ثاني يوم. هو كان المفروض يعني اليوم السبت اروح السوق الاحد، بس السوق هو يفتح يومين بالاسبوع، يوم السبت ويوم الاحد، وافضل يوم هو يوم الاحد، فقررنا باكر نروح اللي هو يوم الاحد. بس هسه اجينا للاسواق لنشتري كم شغله انا ونرمين، لانه ما اريدت اروح وما عندنا مي، هواي اشياء عندي نقص. فاليوم راح نكمل وباكر نروح السوق الاحد. وهيجي خلصنا المسواق مالتنا. خلينا نسد الصندوق. والله اليوم الاجواء كلش حلوه، شمس شويه مغيمه،
بس الغيم عبالك مو حقيقي. اي ابا كامري، هاي سيارة كلش قوية الكامري. صار لي تقريبا اسبوعين ما داخل للجيم، ما متمرن اي تمرين. حسيت انه اني تعبان ولازم اخذ استراحة لمدة اسبوعين، يعني اريح جسمي وبعدين ارجع. فهسه راح تكون راجعة الي من بعد اسبوعين تارك جيم. خلي اروح اتمرن. الضلع الماي شلع، صار لي نص ساعة انتظرك. شو اسوي؟ اقدر ابدل بس شنو رايك اليوم؟ انتظرني بس خلني اسد الباب وسويت شاي على مود نشرب شاي وروح. طبعا عشقي عالم الست وهيبة، اتمنى اكون يعني فد ممثل بداخل هذا المسلسل او غير مسلسل. طموحي ان شاء الله يا ربي يتحقق. شوفوا السيارة نفسها مستخدميها في عالم الست وهيبة. اكو شغلة مهمة دائما اني اسويها لما اريد اطلع، بالاخص لما الاولاد يكونون بالبيت، اتأكد انه عندهم اكل ومي وقاعدين بالغرف مالتهم. واقول دائما اني الحمد لله والشكر انه اولادي من النوع الهادئين، يعني عندهم بس الجيمينج روم يدخلون بيها يلعبون. نرمين صارت كبيرة، هي تهتم باخوها الصغير اللي هو بوبو، وانا من نفس الوقت انه ما اغيب عنهم فترات طويله. يعني حتى الفتره اللي فاتت انه احب اقضي وقت ويا العائله ويا الاولاد، دائما اكون قريب عليهم. ما اعرف بس حبيت هذا الشيء، رغم انه حاليا اني اقدر اشتغل شغلات ثانيه، بس اقول انه هاي فرصه اقضي وقت وياهم. ما اريد اخلي حياتي بس شغل وشون اسوي فلوس وهاي، لا لا، عندي الاهل والاولاد اهم من الفلوس. الجو كلش حلو، شوفوا الغيوم عبالك مو حقيقية. الله على هذا المنظر مع الغروب ويا هذا النخل، كلش حلو. طبعا هذا مول بلازا كلش كبير، بي ميسيز وبي مطاعم ومحلات، فاكو شغله جينا عليها نسويها هنا. هاي المدينة اللي انا حاليا بيها اسمها تشولا فيستا. دائما من اشتغل يشوفوني امر بهاي المناطق، بس حقيقة ما مستكشفها، يعني ما جاي هذا المول، هاي اول مره اني اجي هنا. فالمدينه كلش حلوه، وهذا واليوم سبت يعتبر الويكند، بس مو مثل الداون تاون تشوفون يعني كميه من الناس كبيره، لا، اغلبيتها كليتها مطاعم ومحلات. حلو هذا القميص عجبني، بس لو سمول قياس ماتي يكون بعد احلى يقعد. اساسا نسوي له اوردر. Look, your trunk! You have a trunk, man! Hey, hey! Fadi راح عليه يحكي وياه. لهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم الفيديو. اعطونا لايك واشتراك. طبعاً سووا سبسكرايب وفعلوا الجرس. وكتبوا لنا كومنت. مع السلامة. باي باي.